نزل ما نزل بيتقلب زي اللي قمت في الصاجده يا اخي، كرهتنا النوم ذاته يا حاج. هوي قوم هذول تدردك دي حمتنا النوم ذاتك يا اخي. يا اخي ما قادر انوم فوق البتاعات دي يا اخي، ما قادر انوم. لكن يا اخي يا تبتاعات هذول الحاجات دي اللي هنا اللينة دي ما بقدر برقد فوقها يا اخي. قصدك اللحاف والسرير؟ ايه يا اخي. طيب ما تقول من الصباح كذي يا اخي عذبتنا ذاتي يا اخي. ما قادر ارقد فوق يا اخي. خلاص انزل ارقد تحت. ممكن؟ ممكن اي عادي الموضوع ده. اي يا اخي الحمد لله. اقول يا اخي لو حد باقي زي السوق يا اخي الليل كله صاحي معاك. انت هذول انقعدك وقت الدردق وانقعدك تحت تشخر ابو بتقد عالك يا اخي. طيبه لحياه طيبه.